النهارده هنعمل تحليه بسيطه وسهله، حاجه قريبه جدا من الزلابيا بس مكوناتها اسهل بمكونين فقط. ممكن نتحكم في الصوصات اللي هنضيفها عليها او الاضافات اللي احنا ممكن نزودها عليها بالطريقه اللي احنا نحبها. فاتمنى ان وصفه النهارده تعجبكم وتجربوها. ويلا بينا. المكونين الرئيسيين هما 200 جرام من الزبادي زائد 200 جرام من الدقيق، معلقة من البيكنج صودا. هناخد بولة ونحط فيها الدقيق بتاعنا ونحركه كويس جدا علشان البيكنج صودا تخش فيه كويس، وبعد كده هنزود الزبادي. بعد كده بنزود الزبادي ونبتدي نعجنها كويس جدا. هي مش هتبقى تقيلة في يعني مش هتبقى العجينة متماسكة قوي، هتبقى العجينة خفيفة عشان تدينا قوام اسفنجي من جوه واحنا وهي بتستوي. فهعجنها كويس لغاية ما كلها تلم، وبعد كده اسيبها تقريبا نص ساعة ترتاح. حسيت انها محتاجة شوية دقيق ممكن تزودوا معلقة او معلقتين. هو ده قوامها بعد ما هي خلاص تعجنت كويس. هغطيها وهخليها تقريبا نص ساعة. بعد كده هاخد سطح واحط فيه شويه من الدقيق. شايفين قوامها بقى ناعم ازاي؟ وهعملها كده شويه على طويل، وهاخدها كده يعني دوائر صغيره، وهبتدي افرد فيها بالطريقه اللي انا هعملها. بالمغربي بنقول حرابل، فهنعملها بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو. تحط كويس دقيق علشان هي زي ما قلت لكم عجينه خفيفه. هعملها كده بالشكل الطويل ده كويس جدا، وبعد كده هننتقل للمرحله الثانيه. بعد ما عملت الكمية بتاعتي كلها هاخد سكين وهبتدي اقطعهم بالشكل الصغير ده. وفي الوقت ده انا حطيت المقلة على النار فيها شوية زيت علشان تغلي، عايزين درجة الحرارة بتاعت الزيت تبقى يعني تبقى عالية جدا، عشان اول ما نحط القيمات بتاعتنا او الزلابية بتاعتنا تستوي زي ما انتوا شايفين على طول تاخد لون، تبقى جميلة واسفنجية من جوه. صدقوني جربوها مش هتندموا مع الجو الجميل ده وانتوا قدام التلفزيون، هتبقى تسلية جميلة قوي. لونها تقريبا كده شويه زي الزلابيه. بعد كده هنطلعها ونخليها شويه تنشف من الزيت ونبتدي بقى نحضرها. ده شويه وهحط فيه اول حاجه شويه قرفه مع شويه سكر بني، هخلطهم مع بعض. الناس اللي بتحب القرفه والسكر هيحبوها جدا بالطعم ده. جوه ازاي اسفنجيه وجميله، هتعجبكم جدا. خدت كمان شويه وهحط عليه صوص الشوكولاته، كان طعمه يجنن بالذات الاولاد الصغيره هيحبوه جدا. استخدمت الحليب المكثف اللي احنا كنا عملناه وحطيته فيه، كان يجنن. وهي دي وصفة النهاردة، كانت سهلة وبسيطة وتحلية جميلة. أتمنى تجربوها وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة. مع السلامة وباي باي.